وانا بعد ما وصلت لسن 40 او 50 سنة المفروض اهتم ببشرتي ازاي؟ يلا بينا. هلو حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ احنا هنتكلم النهاردة عن روتين بسيط للبنات بعد عمر 40 او 50 سنة لكل الامهات، ومش مكلف، وهديكم اسماء كتيرة. في البداية كده انا عايزة اقول لكم ان في كم مشكلة بنمر بيها في السن ده، اللي هي اول حاجة جفاف البشرة، ثم التجاعيد، وكمان لو في تصبغات او عايزين تفتيح للبشرة. اول خطوة من خطوات الروتين واهم خطوة هو الغسول. نحاول على قد ما نقدر نختار غسول يكون خالي من العطور او الكحول على قد ميزانيتك، يعني ابدأي امشي. عندنا مثلا ايفا، هو في كحول وفي عطور بس من انواع الغسول الكويسة جدا وباسعار بسيطة، فسعره تقريبا 30 جنيه. سيرافي ب 160 جنيه، اختاري على حسب نوع بشرتك. وعندنا كمان انفينيتي، نوعه كويس جدا وسعره معقول. بعد كده عندنا خطوة الترطيب. الترطيب عن طريق سيرام الهايلورونيك بلس مرطب. سيرام الهايلورونيك مهم في العمر ده لان هو هيحاول يملا البشرة. بس انا عايزة اقولك على حاجة مهمة، لو انت مش بتشربي مية كتيرة سيرام الهايلورونيك مش هيكون ولا ليه اي 30 لازمة، لان هو دوره بيحفظ او بيشد جزيئات المية من الجسم. هنحاول نشرب مية بكميات كتيرة، ناكل خضار وفاكهة بكميات كتيرة، هتكون احسن حاجة ليكي في العمر ده. اختاري اي نوع سيرام هايلورونيك انت بتحبيه، من فيجي، من لاروش، سيرام كويس جدا وسعره معقول. هايلورونيك اسمه هايلو ميكس، ده كويس جدا، تقدري ان انت تشتريه لو عايزة حاجة بسيطة او على قد الايد. طيب عايزين خطوة المرطب، في نيتروجينا بالهايلورونيك ده تحفة، في منه الجل وفي منه الكريم، اختاري على حسب نوع بشرتك. بعد كده تيجي خطوة السان بلوك. السان بلوك السان بلوك مهم 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 جدا لأي أم أو أي حد في عمر 40 أو 50 سنة. ما تقوليش خلاص إن أنت راحت عليكي، لا، أنت لسه شباب ولسه حلوة ولازم تهتمي ببشرتك. أشعة الشمس دي من أكتر الحاجات اللي هي عدو لبشرتنا بالذات في العمر ده، بتبدأ تجيب تجاعيد كتيرة جدا. إحنا نحاول نختار سان بلوك. ميزانيتك سامحالك هاتي من أي براند أنت حباه. عايزة حاجات أقل، عندنا سان بلوك إيفا كويس جدا، لونا كمان كويس، إنفينيتي كويس، وعندنا كمان بوبي. إحنا في السن ده بنكون عايزين نحفز إنتاج الكولاجين في البشرة. هنحفز إنتاج الكولاجين بحاجتين اتنين، اللي هو سيرم فيتامين سي، هاتي من أي براند أنت حباها، عايزين مع أسعار معقولة. عندنا اوز ناتشورال سيرم فيه هايلورونيك وفيه كمان فيتامين سي وحلو جدا وسعره 370 جنيه. ولازم لما تيجي تختاري سيرم فيتامين سي يكون تركيز فيتامين سي فيه مش اقل من 10 لو انت بشره حساسه، لو انت بشره عاديه حاولي تختاري تركيز 15 و20. عندنا سي لايت حلو جدا، نتافس كويس جدا، واخيرا كمان ستارفيل كويس جدا. كمان خطوه الريتينول. سيرم الريتينول بيجدد خلايا البشره ومهم ان انت تحطيه. سيرم فيتامين سي افضل وقت ان انت تحطيه فيه نهارا لو تركيزه مثلا لحد 15، لو تركيزه اكتر حطيه بالليل هيكون افضل ليكي علشان بشرتك ما تتحسسش منه. لو انت بتستخدمي الريتينول وفيتامين سي الاثنين مع بعض، استخدمي فيتامين سي 3 ايام في الاسبوع والريتينول 3 ايام في الاسبوع. الريتينول بيكون بالليل لكن فيتامين سي بيكون بالنهار. سيرم الريتينول يا اما تجيبي سيرم ريتينول من براند محترمه، لو الامكانيات مش سامحه معاكي او انت مش عايزه حاجات كتيره لبشرتك، عندنا الادابالين او الاكراتين، بتحطيهم بشكل يومي على البشره بالليل عن طريق كانه سيرم، بتحطي المرطب ثم الادابالين او الاكراتين ربع ساعه وتدخلي تشطفي بشرتك. هنرشح كام براند كده تختاري منهم زي ما انت عايزه. عندنا فيجي ليفت اكتف سوبريم من احلى الحاجات، من عمر كمان 35، يعني ما تستنيش ل 40 او كده. عندنا كمان نوكس، عندنا يوسرين، عندنا فلوريجا. فلوريجا فيها منتجات حلوه جدا بس مشكله البراندز دي ان اسعارها بس عاليه شويه. كمان ريكسول. طب عايزين براندز ليه سن 40 و50 تكون في حدود امكانياتنا. نوفاج من اوري فليم بتعمل لاين تحفه وواخدين براءه اختراع. عندك من عمر 40 له لاين كامل، 5 منتجات تقريبا، سعرهم بيبقى 1000 جنيه او 1500 جنيه حاجه زي كده، بس 5 منتجات او 6 منتجات بتريحي مخك من الموضوع ده. وفي من نوفاج برضه لسن 50 سنه. شويه نصايح مهمه هتفرق في صحه بشرتك وشعرك وضوافرك، ان احنا لازم ناخد فيتامين. عندك بيرفكتيل ب 180 جنيه وده مصري وموجود في كل الصيدليات. عندك سنترام، عندنا كمان بيوتين فورت. اي حاجه هتكون فيتامين هتقويكي وهتفرق في صحه بشرتك وشعرك. عندنا كمان لازم تاخدي يوميا كوبايه من الميه وعليها معلقه خل التفاح. خل التفاح حلو جدا لصحه
صحة البشرة والشعر في السن ده، وكمان هيحاول يظبط معدل الهضم في الجسم. جلسات الديرما رولر تحفة جدا، بس روح الدكتور يعملها لك، ما تعملهاش لنفسك في البيت. والأفضل كمان جلسات الديرما بن. عندك إمكانية أن أنت تعملي فيلر أو بوتوكس هيكون كويس، بس مشكلته الأسعار، وأن أنت المفروض بتجدديه كل 6 شهور. بس انتي لو التزمتي بروتين اللي انا بقوله ده، مش هتحتاجي الفيلر والبوتوكس في 40، ممكن تحتاجيه مثلا لسن 50 او حاجة. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى اكون لبيت احتياجاتكم ورغباتكم. وبكرة استنوني في نفس الميعاد، هتوحشوني. رنا داوود، رمضان كريم.